السعوديه؟ لا انا ما اعرفش. اتفضل يا مع حكام السعوديه. مالهم مين هم؟ مين هم ايه؟ بالنسبه ليك انبياء ولا رسل؟ بالنسبه ليك يعني. بالنسبه ليك بالنسبه لي الاستاذ يوسف عايز يوقع العلاقات ما بين مصر والسعوديه. ازاي عايز اوقع العلاقات؟ يسب حكام المملكه العربيه السعوديه. لا ما حدش يقدر يسب. لا ما حدش يقدر يسب. انا سبت؟ لا قدام. لا قدام الوقت. لا عنده دليل. ولا ولا اسمح لي ولا تقدر. ايه السلام عندك دليل ان انت بقى انت يا يوسف؟ انا لا اسب اي بشر ولا اي حد. توجه خطاب لولي العهد تقول له نحن من سيحمي نساءكم. اوجه خطاب لاي حد انا عايزه. وانت توجه خطاب. اه طبعا انا اوجه خطاب. انت وجهت الخطاب ده. انت وجهت الخطاب ده يا دكتور. خطاب اعلامي. وجهت الاعلامي. قلت ايه؟ نعم عندما يهنئ ولي عهد السعوديه ترامب بتحرير الموصل ومن حرر الموصل هم ابناء العراق. قلت ايه؟ ابناء الحشد الشعبي. قلت ايه؟ قلت له على الهواء ان ابناء الحشد الشعبي هم من سيحمون نساء المملكه. طب والله ما انت مكمل الحلقه. والله ما انت مكمل الحلقه. اتفضل يا بيه مع السلامه. اتفضل يا بيه مع السلامه. ولا ضربت ولا عملت. اتفضل يا بيه الحلقه خلاص. شوف يا عم ايه يا عم محمد. اتفضل يا بيه. السعوديه دوله محترمه وجيشها محترم ورجالتها محترمه والسعوديه محترمه. اتفضل يا بيه مش هكمل الحلقه. اقفل يا محمد يا سيد الحلقه. ما تتكلمش تاني. ايه يا سيد محمد.